السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ طبعا ما كانش ينفع في ظل الاحداث اللي بتحصل دي وبلاك فرايدي والزروطه والعروض والكلام ده كله ان انا ما اطلعش ادردش معاكم كده دقيقتين ثلاثه، اديكم شويه نصايح وحاجات تاخدوا بالكم منها في موسم التخفيضات دي. ما تتخدعش ببلاك فرايدي والعروض والكلام ده كله. شركات كتير وبراندات كتير جدا بتلعب على الحته دي تسويقيا وبتبقى مغيره في الاسعار قبلها. حاول لو انت بتشتري اونلاين وبتعمل زيي دايما، انا ببقى عندي الابلكيشن بتاع الموبايل من البراندات اللي انا بشتري منها، ببقى حاطط الايتمز اللي انا متابعها وعايز اتابع سعرها، ببقى حاططها في الباسكت بتاعتي واشوف ايه التغيرات اللي بتحصل فيها في السعر، هل فعلا نزل عليها ديسكاونت ولا لا. دي حاجه تاخد بالك منها لان دي مهمه جدا. كمان عايز اقول لكم على حاجه، اليومين دول مش هو انسب وقت للشراء على فكره، بالذات لبس الشتوي خالص. ممكن يكون انسب وقت للشراء حاجات صيفي فعلا هتلاقي عليها عروض حلوه جدا اليومين دول، بس الحاجات الشتوي فعلا مش هتلاقي عليها عروض وهميه قوي الفتره دي. كان في عروض حلوه جدا على الحاجات الشتوي بتاعت اخر السنه اللي فاتت في اخر سيزون بتاع الشتاء اللي هو في 3 او 4 حاجه كده، في شهر 3 كان في ديسكاونت حلو قوي وانا اشتريت حاجات كويسه شلتها للسنه دي. وبرده في شهر 7 و8 اللي هو في نص الصيف كده كان في عروض على الحاجات الشتوي تاني، براندات كتير قوي عملتها وانا برده جبت جواكت وحاجات جلد عليها عروض 70 و80% عروض حقيقيه فعلا. ف ما تستعجلش انك تشتري حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي، هتتعوض في اخر الشتاء، هيعملوا ديسكاونت تاني مفيش اي مشكله. فاليومين دول هو ما تتسرعش، ركز كويس جدا بتصرف فلوسك في ايه، اختار الحاجه اللي انت فعلا محتاجها واللي انت حاسس انها فعلا مميزه. ما تجريش ورا عروض لان ممكن تصرف فلوسك كلها في حاجات ملهاش معنى وانت مش محتاجها. ركز انت محتاج ايه. كمان هسيب لكم شويه اكواد خصم، هتديك خصم اضافي على الخصومات اللي بتحصل اليومين دول. في حاجات هتديك 10% وحاجات هتديك 15%. الكود دي من H&M تستخدمها اونلاين في الابلكيشن والويب سايت، وكود خصم تاني من امريكان ايجل، وكود خصم من موقع نون. الثلاث اكواد دول تقدر تستخدمهم اعتقد كذا مره، نون تقريبا هو اللي بيستخدم مره واحده، بقيه الاكواد ممكن تستخدمها كذا مره، هيديك خصومات حلوه قوي. بس ركز برده يا جماعه النصيحه، ركز انت بتشتري ايه، ما تصرفش فلوسك في اي حاجه، ما تجيبش حاجات انت مش محتاجها. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.